تراب زين. بسم الله الرحمن الرحيم. فتبديل الجلد معناه ان الافعى قاعدة تكبر فتبدل الجلد. طبعا اللي قاعدين نشوفها هذه هي ليها مسمى. انا كنت بقول لكم سالفة بس صراحة ما اقدر اقولها وهذا الكائن برا، اني ارد مكانه واسولف عليكم. اليوم جايين نتطمن على الرعاية، صراحة أنا مشتاق لهم. الحين بنتطمن عليهم ونشوف الخطة، منو يبي ياكل ومنو يبي يشرب ومنو بنزيده ماي ومنو نبدل جلده ومنو يباله تبديل نظافة. نرتبكم. طبعا هذا الحلو بدل جلده، هذه الحية المقرنة تشوفون كيف يقرون فوق راسها، وإذا تشوفون ذيلها آخر ذيلها لونه أسود. الحين بعلمكم الأسباب، شو السبب؟ أول شيء سبب القرون اللي فوق راسها، تشوفون ذيلها آخر ذيلها لونه أسود. الحين بعلمكم الأسباب، شو السبب؟ أول شيء سبب القرون اللي فوق راسها والذيل هي الطريقة اللي هي تصيد فيها فرائسها، تدفن نفسها جسمها كامل تدفنها تحت الرمل، ويتم بس القرنين هيلة والذيل الأسود، ويتم الذيل يتحرك. من يتحرك الذيل الطيور تتحرك، أنه نوع من أنواع الدود، فمن يشوفها الطير يتحرك أنه حبة قمح يبي يصير يأكلها تنقض عليه. طبعا هذا النوع هو المسؤول الأول على أكبر عدد من حالات اللدغ الموجودة في المملكة العربية السعودية. طبعا سم هاي هاجم الجهاز الدموي، يكسر كرات الدم، جدا خطيرة. في نوع ثاني موجود من هذه الحية، موجود ويعيش في جبال إيران، ولكن سبحان الله الطريقة تختلف. عند ذيلها كأنه عنكبوت، الحين بنزل لكم فيديو لها، كأنه عنكبوت. فالطير بعد يصير عشان ياكل العنكبوت، ولكن هذه مو العنكبوت، هذه الحية. الحين بنزل لكم فيديو لان كلامي ما راح يكون مفهوم غير يوم تشوفون. اول شيء نقول طبعا النوع اللي نزلت لكم اياه يعتبر من اندر انواع الحيات في العالم، وموجود تحديدا يعني تم رصده في غرب ايران، واكتشافه كان هناك، وما ظني انه هو يعيش في اي دولة ثانية، لكن حتى اكتشافه يعني كانت تمر سنين ما حد يشوفه، بعدين يجي عالم ثاني ويوثقه، سنين ما حد يشوفه ويجي عالم ثاني ويوثقه. تقريبا آخر توثيق على ما أظني إنه كان في 2006، أنتم متخيلين؟ فأمنية حياتي إن شاء الله إني أمتلك واحدة مثلها. الله يكفينا شر بس إن شاء الله. طبعا هذه ما تتعامل بأي شيء غير بعصا. جلد شوف كيف، تسمعون الصوت؟ هذا يسمونه صوت الفحيح. طبعا الجلد كامل، فمعناها ان هي درجة الحرارة عندها والرطوبة على اكمل وجه. طبعا تبديل الجلد يدل ان هي الافعى بحالة ممتازة، بتاكل زين تشرب زين. بسم الله الرحمن الرحيم. فتبديل الجلد معناه ان الافعى قاعدة تكبر فتبدل الجلد. طبعا اللي قاعدين نشوفها هذه هي ليها مسميات كثيرة، الحراشف المنشارية يسمونها، أفعى السجاد العماني، باللاتيني أيتش كرناتس، ليها مسميات جدا كثيرة، وفي كل دولة يسمونها، ما أدري أظني في دولة بعد يسمونها أفعى سيد دخيل، أظني فلسطين أو الأردن يسمونها هذا الاسم، أسميها جدا كثيرة. وللعلم جميع الأفاعي اللي عندنا موجودة في الدول العربية أسماءها جدا متعددة. يعني
يعني الأفعى اللي كانت عندنا قبل شوي أو الحية اللي كانت عندنا قبل شوي يسمونها أم جنيب لأن هي تمشي بحركة جانبية، لكن هذا اسم عامي مو علمي. الاسم العلمي هو الحية المقابلة. طبعاً هذه الأفعى الأكثر انتشاراً في دولة الإمارات، وهذه الأفعى من أخطر الأفعى اللي موجودة على مستوى العالم. الأفاعي السم مالها بشكل عام يهاجم أجهزة معينة في الجسم، من اللي يهاجم الجهاز الدموي، من اللي يهاجم الجهاز العصبي، من اللي يهاجم الجهاز التنفسي، ولكن هذا النوع من الأفاعي السم مالها يهاجم كل شيء، الجهاز الدموي والتنفسي والعصبي. طبعا في أنواع ثانية سمها أخطر من الأفعى هذه، نفس المنبى السوداء، نفس أنواع كثيرة ثانية سمها أخطر عن هذه بكثير. لكن ليش هذه تعتبر الحية الأخطر في العالم؟ بسبب عدد الوفيات، عدد الوفيات جدا مرتفع من هذا النوع من الأفعى، والسبب لأن هي منتشرة في أماكن كثيرة جدا، دولة آسيا منتشرة، في أفريقيا، فانتشارها الواسع هذا مخليها تحتل المرتبة الأولى في عدد الوفيات وفي خطورة الأفعى. الله يكفينا شرها. وهي بالفوكس يضبط على وياه هم بصور لكم. بيعطيكم معلومة ولكن هذه المعلومة مو بنسبة 100%، هذه في الأغلب الثعابين أو الحيات السامة تكون عيونها نفس ما أنتم تشوفون، في خط أسود في عيونها. الثعابين اللي مو بسامة والحيات اللي مو بسامة، لأن في حيات مو بسامة، تكون عيونها الخط هذا دائري مو خط، لكن هذه بنسبة 90%، لأن في حيات مو سامة وعيونها فيها خط، فهذه معلومة مهمة بعد. طبعا هذه ما نبي نطول نسولف عنها، خلنا نفتك من شرها، شيل الجلد بس إذا سمحتي. طبعا إذا تشوفون، إذا تشوفون بعد الجلد طالع كامل، تشوفون كيف كامل مرة، وهذا نفس ما قلت لكم يدل إن أمورها جدا طيبة الحمد لله. خلاص تشوفون شفت كيف هجمت. شو تبى أنت؟ شو تبى تدور مشاكل؟ ها كبيرة هذه مشاكل. هذا بعد نبدل الجلد، نبي نطلع الجلد، خلنا نطلعها هي أول شيء نشوفها. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا هذا الحجم يعتبر من النوادر، ما شاء الله. تشوفون كيف تمشي؟ هذه المشية الجانبية اللي أقول عنها. خلك ها لا تروح. شوف أنا أقول لكم شيء، هو ما في حية غيرها هني، لكن أنا أفضل دائما إني ما يعني ما أضطر إني أحط إيدي داخل، أتعامل بالعصا. سبحان الله ما تعرف. تشوفون الجلد كامل، قبل شوي كنت أكلمكم عن الجلد، تشوفون مكان العيون، بعد الجلد كامل من فوق لين الذيل، فمعناه إن الحمد لله أمورها جدا طيبة وما فيها إلا العافية. طبعا بعد تغيير الجلد يحتاج ان ناكلهم، بعد في هناك تغيير جلد اشوف، ما شاء الله هذه حجمها كبير على النوع هذا، الحجم هذا ممتاز. وفي الاغلب تكون انثى، هذا مو ذكر، الذكر ما يكبر. الحجم هذا حجم انثى. لا تحاتي لا تحاتي. أنا كنت أبي أقول لكم سالفة بس صراحة ما أقدر أقولها، وهذا الكائن برا، أني أرد مكانه وأسولف عليكم. واضح حتى العصا يرضى. شوف السم. الله يكفينا شرك. حي 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 الكوبرا، ما شاء الله.
استحيت. كل اللي يشوف البوكسات يقول هيلا شلون يتنفسون. هذه فتحات تهوية موجودة عن اليمين واليسار، فمرها جدا طيبة. والله فيها أشياء كثيرة ودي أتكلم عنها، لكن للأسف تليفوني راح يفضي، فإن شاء الله يوم ثاني نسمعونا نكمل أشغالنا. وفي أمان الله.